السلام عليكم، هلا والله بالغوالي، اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية، وجيناكم باخر الاخبار. تابعونا، منتخبنا الشباب اليوم على موعد مهم امام منتخب فلسطين في تمام الساعة 8 مساء. الفوز او التعادل في صالحنا ويؤهلنا لمباراة النهاية نقابل منتخب لبنان المتأهل الاول، اما الخسارة لا سمح الله فستجعل الكويت ومن يصعد الطرف النهائي في البطولة. تمنياتنا بالتوفيق لأسود الرافدين في هذه المباراة. وفي أول تصريح مدرب منتخبنا الوطني بيتروفيتش حيث قال: نسعى لبناء جيل جديد للكرة العراقية. وأكمل حديثه قال: على الرغم من أن الوحدة الأولى كمدرب أول للمنتخب العراق، لكنني على علم ودراية كاملة بمجموعة اللاعبين سبق وشاهدتهم، وأغلب اللاعبين كانوا ضمن اختيارنا. لا عايزة هذه المرة كانت اختياراتنا كانت لعدد من اللاعبين الشباب، لأننا نرى أن المستقبل هم مهم جدا للكرة العراقية خصوصا منذ فترة طويلة، وأغلب اللاعبين هم أنفسهم من يمثلون المنتخب الوطني، لذلك لابد من التجديد. نحن سعداء هنا في قطر حيث الملاعب جميلة جدا بأرضيات عالية الجودة، وكل الخدمات مهيئة لكل المنتخبات المشاركة بطريقة مميزة تجعل الجميع على أتم الجاهزية للعب. سبب اختيار لاعب ياسر قاسم وعمار حسين كوني أشاهد مبارتين أربع مباريات في الأسبوع الواحد في مسابقة الدوري المحلي إلى جانب المساعد رحيم حميد، لذلك نحن دائما مستعدين لأي طارئ قد يحدث يجبرنا على التغيير في القائمة المستدعية، كما أننا نضع في أولوياتنا في الاختيار أعمار اللاعبين، لأننا إذا ما أردنا تحسين الأداء في اللعب يجب أن يكون معدل أعمار اللاعبين الشباب وممكن دعم لاعبين من أصحاب الخبرة. قد يكون تفكير الجمهور أننا نشارك من أجل كأس العالم فقط، لكن الواقع أنها محطة استعداد الأمثل للمستقبل، لذلك نحن نركز في اختياراتنا على أعمار اللاعبين، لأنني أعتقد أن مرحلة التجديد تحتاج لاعبين قادرين على اللعب سوية ولسنوات طويلة. وأكمل بيتروفيتش حديثه قال: المهمة ليست سهلة بل صعبة، هذا ما معمول به مثلا في هولندا عند تغيير جيل كامل، دائما يحتاج الوقت في ذلك، لكن هنا ليس لدينا الوقت الكافي حيث سنلعب يوم 30/11 ونحاول من تحسين الأداء، ونحن هنا من أجل العراق والظهور بمستوى لائق ومشرف، ونريد من اللاعبين لعب كرة قدم ممتعة ونمنح الجميع حظوظ متساوية في فرصة اللعب والظهور. لست مدرب انستغرام، لكن أستمع إلى طلبات الجمهور وأرى الناس، ونحن نختار لأننا من نشاد اللاعبين وسنمنح فرصة للمواهب وهي بحاجة دائما إلى الوقت لتطوير الأداء. وهنا لابد من التذكير بأن منتخبنا الآن لديه شباب واعد، ثلاث لاعبون أمام فرصة حقيقية لهم لإثبات الذات مع منتخبنا وتقديم أوراق اعتمادهم في بطولة كأس العرب القادمة. الملاك الفني عازم على منح الفرصة الحقيقية لكل من اللاعبين أحمد فرحان ومنتظر محمد وحسن عبد الكريم للتواجد في مباريات بطولة كأس العرب. أنتم كجماهير رياضية عراقية من هؤلاء الثلاثة ستكون له فرصة أكبر على خطف مكان أساسي مع منتخبنا الوطني. وعلى لاعبنا المحترف علي الحمادي والذي نشر عبر صفحته في الانستغرام هذه رسالة للاعبي منتخبنا الوطني قال لهم: سأتواجد في لندن وقلبي في الدوحة، أخوتي في المنتخب الوطني، المنافسات القادمة ليست سهلة ولكن أنتم رجال المهام الصعبة، بطولتنا الحقيقية هي أفراح الشعب العراقي. بعد عودتهم الإصابة سالما، زيدان إقبالي يشارك يوم أمس مع فريقه رديف مانشستر يونايتد كلاعب أساسي ضد رديف كريستال بالاس، شارك أساسيا طوال المباراة والمباراة انتهت بخسارة رفاق زيدان إقبال أمام كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف. هذا وقد نشر لاعبنا المحترف زيدان إقبال في صفحتي على انستغرام هذه الصورة بأنه قد عاد من جديد